فرح أقولها فقراتنا الصباحية رح تكون موضوع شوي يمكن هلأ الأهالي شوي خايفين منه، هو التحضير للامتحانات خاصة الشهادتين الإعدادي والثانوي. طبعا هي الفترة هي تحضير، ممكن في يكون توتر ضغط إن كان على الطالب أو حتى على الأم أو الأسرة بشكل كامل، وهذا الشيء ممكن يولد رد فعل سلبي عند الطالب بفترة التحضير أو حتى التقديم للامتحانات. لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتورة رولا صيداوي، أخصائية بعلم النفس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا. صباح الخير دكتورة. صباح اليوم الخير. عم نحكي عن موضوع يمكن كلنا إن ذكريات معه، أنا أو زينب أو أي حدا يمكن مرق بمرحلة التوتر ورهبة الامتحان. صح، في أيام منيحة بتفصلنا عن الامتحانات، بس إعداد الطالب وإعداد نفسيته هي مسألة كتير مهمة لحتى يمكن ما يفوت على الامتحانات بشكل خاطئ. اليوم أنت بتكون مرحلة الرهبة من الامتحانات هي مرحلة طبيعية جدا، وأمتى فينا نقول أنه دخلنا بالأمر الغير طبيعي أو رهاب الامتحان؟ بداية نحن بنقول قلق الامتحان هذا أمر طبيعي ومحبذ وضروري، يعني ضروري لحتى نتخطى، يعني الشخص أو بشكل عام اللي ما بيكون عنده أي نوع من أنواع القلق قبل الامتحان بيكون ما له حامل مسؤولية. طبعا نحن ما بنقول بشكل كبير، بالشكل البسيط أنه أنا درست عملت علي، لكن في موجود هذا القلق، قد تكون الأسئلة مثلا صعبة، قد يعني هذا متوقع، لكن في نقطة نحن بنقول أمر طبيعي بتوازن، ندرس بنعمل اللي علينا. هلأ الأمر اللي غير طبيعي فتنا بمرحلة الخطورة لما نصل لمرحلة زيادة نبضات القلب، لما نصير من حالة انهيار. بعض الطلاب لاحظت كتير طلاب بالبكالوريا قبل المادة الامتحانية، خاصة إذا مادة كانت صعبة، فبصير عندهم بقلب القاعة انهيار أو قبل انهيار. هاي مرحلة غير طبيعية، هاي نتيجة إما هو خايف من المادة، إما يكون ممكن يكون كمان تخويف الأهل، ممكن يعني تخويف الطلاب بين بعضهم، يعني بيجوا عم يراجعوا قبل الامتحان، بيصيروا بمرحلة بدل ما يساعدوا بعض بيعملوا عملية تخويف، وبيصير إنه الطالب بتوقع اللي هو فعلا كان مجتهد إنه ما ينجح بالمادة اللي بده يقدمها. نعم، يعني عدة أسباب ممكن تولد توتر وضغط عند الطالب طبعاً. حتى على الأسرة، وخلينا نقول الأم بشكل خاص لأنه احتكاك مباشر مع أطفالها. شو هي الأسباب اللي ممكن تزيد هذا الضغط والتوتر، خاصة نحن بتعرفي يعني هلأ بظروف يمكن العيلة كلها ما أنا مستقرة نفسيا، في ضغوطات حياتية معينة ممكن تنعكس سلبا على الأطفال أو الشباب اللي عندهم، خلينا الشباب. نقول شهادات مثلا. هلا هو الظروف الاقتصاديه هي بتاثر، ممكن احيانا مثلا ظرف خاص، البرد، الحر الشديد، يعني موجه الحر الشديد هي بتاثر، البرد الشديد كمان بياثر. يعني هو الطالب اللي اصلا مو مثلا قاعد بمكان ثابت بالدراسه، صار في ضغوطات عليه، فاكيد حياثر. المشاكل العائليه بالبيت بتاثر، يعني المشاكل بين الاب والام كمان بتاثر، مشاكل بين الاولاد، الظرف المحيط، الضجيج، ممكن بمكان هو يكون مثلا في ضجيج، في ماله مرتاح نفسيا، هذا كله بيأثر بشكل سلبي. طبعا نحن بنرجع بنقول الدور الأكبر انه بتهدئة اولادها هي الأم، لانه تقعد وقت طويل مع ابنها بتشوف هو شو، يعني شو امكانياته. ما بدنا نحن كمان نعمل له عمليه التخويف الشديده، يعني انت عملت اللي عليك، درست، سواء طفل سواء يافع سواء شباب مرحله الجامعه، ما بدنا نصل لمرحله انه نحن نخسر ابننا ويصير عنده هو مرحله صعبه او يصير عنده مشكله نفسيه نتيجه هي الماده الامتحانيه. درس عمل اللي عليه، حتى بنحط له الاحتمالات، يعني حتى المدرس او الموجه التربوي يحط له احتمالات، قد ما ينجح بالمادة احتمال، فحتى ما يصير عنده صدمة، لأنه كثير عنا عم يجينا حالات صار عنده صدمة نفسية نتيجة أنه ما نجح بالمادة، أو متوقع يجيب علامة قريبة من التامة ما جابها، سواء طفل أو يافع. فهي الأمور بترجع للأم وللأستاذ وللموجه التربوي. تمام. الشيء اللي بنشوفه بنتشر بكثرة أنه الأهل أحيانا بيرفعوا سقف التوقعات بطريقة كتير كبيرة، يمكن ما بينتبهوا لمستوى أولادهم، أو يمكن بيشوفوا أنه هني ممكن يصير شيء يجيبوا علامات كاملة مثل ما حكيت. كيف بنقدر نحن نشجع الأولاد لحتى يمكن يفوتوا بالامتحانات بدون ما يمكن يكون عندهم حالة رعب أنه نحن لازم نعمل الشيء اللي بدهم يا أهلنا، نجيب العلامة اللي بيحلموا فيها. حتى يعني أضعتي لنقطة جدا مهمة، مو بس يجيبوا العلامة، يجيبوا الفرع اللي بدهم يا الأهل. هاي نقطة كتير عم نعاني منها، يعني الأب أو الأم
اليوم هلا هن حقهم انه يحلموا يكون ابنهم من المتفوقين وامر طبيعي بيشتغل على هالشيء، بس قد يكون الاخ الكبير مو مثل الاخ الاصغر، يعني عمليه المقارنه نحن عنا عم تدمر نفوس ابنائنا. بعمليه المقارنه بين الاولاد حتى بين الاهالي، يعني بين مثلا اولاد العموم باولاد الخاله بين الاصدقاء بين الجيران، فانا عم دمر نفسيه ابني. انا ممكن ابني قدراته يجيب فرع عالي، ممكن ابني الثاني ما يجيب هيك تمام. فانا ما بدي اخليه، يعني هو ليرضي اهله عم يضغط نفسه بشكل كبير، عم يرهق جسمه، يعني عم يعمل عمليه انه عمليه الدراسه عم تكون بشكل مكثف، النوم قليل، فهو عم يخسر صحته كثير. عنا طلاب بتلاحظي فتره الامتحانات بيناموا على هن عم يقدموا نتيجة سهر كبير، وعم يشربوا مثلا الكافيين المنبهات، بيجوا وقت الامتحان صار عندهم استسلموا للنوم يعني. فلذلك نحن هون نحافظ كمان على صحة أبنائنا، ضروري نهتم، ضروري نهيئ لهم الجو عفوا المناسب، بس مو كمان نضغط عليهم نخسرهم صحيا. راعي قدرات الطالب تمام، وما نقارن، يعني هاي المقارنة كتير هي عم تهدين. يعني انا ابني الكبير على فرض جاب فرع منيح، ممكن ابني الثاني ما يجيب نفس العلامات، يعني هاي المقارنه مو معناتها هذا ما له ناجح، لا ناجح ومبدع لكن بمجال ثاني. نعم. هي ما عم نستوعبها عند البعض للاسف. اكيد، وعم نشوفها يمكن لهلا لوقتنا الحالي. صحيح. دكتوره، المقارنه، زياده مثلا الضغط حتى يفوت الفرع اللي بدهم اياه الاهل، كانه هي حياتهم مو حياته للطالب، نتباهى امام الناس طبعاً. يعني في اخطاء ثانيه ممكن توقع فيها الاسره من غير ما تكون عارفان انه عم توقع ومتسبب مشاكل نفسيه للطالب، من خلال المراجعين لحضرتك او المشاكل اللي عم تسمعيها بالمجتمع، شو هي الاخطاء الثانيه اللي عم تزيد هذا الضغط على الطالب؟ ما في توفير جو المناسب بنستقبل، يعني نحن هلا بظرف صعب، يعني حتى انا لو جايين بده يجيني ضيوف، اذا شيء مثلا لو كان العلاقات الاجتماعيه ضروريه ومنحبزها، لكن مفتره الامتحانات لا، يعني مستقبل ابني كمان مهم، يعني نحن بدنا نمتنع باسلوب لطيف انه نحن هلا ظرفنا مو مناسب. قد يكون مثلا انا بنظم له، بكون متواجده مع ابني، بنظم له الساعات اللي بده يكون يسهر فيها والساعات اللي بده يدرس فيها والساعات اللي بده ينام فيها، يعني ما نغير له بالساعه البيولوجيه. الان نحن داخلين على شهر رمضان، كل عام وانتم بخير، فهي الساعه ضروريه ننظم لهم اياها، يعني بكون متعودين على شيء على صار ترتيب ثاني، يعني نحن نحمل مسؤوليه، مو نترك الابن شو بدك تعمل ساوي امتى بدك تفيه، لا بضل هو بحاجه الام والاب لحتى يعني يتخطى يصير بالجامعه ويتخرج من الجامعه، ما بنقول صار جامعه خلص، لا ضروري وبحاجه ارشادات الاهل، اهم شيء توفير الجو المناسب. ونقطه كثير مهمه، المشاكل العائليه قدر الامكان ما يعني ما نحكيها قدام الاولاد، قصص هي بتضايق بتوتر ما نذكرها، حالات الوفيات اللي عم تصير ما شرط نذكرها، يعني هلا ما رح يقدر يلاقي حل الطالب قبل الامتحان بكم يوم، فهي نقاط ضروريه. هلا شفنا نحن دور الاسره بشكل كثير كبير، توفير الجو الملائم، الابتعاد عن الضغوط النفسيه، اذا بدنا نحكي الطالب نفسه شو بتحبي توجهي له نصائح لحتى يحقق التوازن النفسي بهي الفتره ويدخل على الامتحان بهمه عاليه ومعنويات كبيره؟ ينظم ساعات نومه، ينظم طعامه، الرياضه ضروريه لانه نحن بنقول العقل السليم في الجسم السليم، يكون عنده ساعه كل فتره وفتره بين اوقات الدراسه نص ساعه رياحه او ساعه حسب هو قدراته واستيعابه، هذا مو غلط، وهو الشيء اللي هو بيحبه بيعمل له راحه نفسيه، ممكن بهي الساعه يشوف هو صديقه، ممكن بهي الساعه يسمع موسيقى، ممكن يتفرج على التلفزيون، ممكن مثلا يروح يلعب رياضه، ما نقول له لا خليك ضمن البيت، كمان الطالب يعني هو عمليات خنق له، يعني هلا نحن بغض النظر الان بظرف وبدنا نعمل تباعد اجتماعي، لكن هو الطالب من حقه هي ساعه الرياحه اللي هو بشوفها مناسبه له، ما نضغط على اولادنا كمان بساعه راحتهم شو بدنا نحن اللي بدنا اياه، انه انت بهالساعه لازم تعمل فقط هيك، فهو بصير ضغط غير الامتحان، ضغط نفسي. في بعض الاولاد بيحكوا بيتجروا، بعض الاولاد لا ما بتحكي، بتاخذ بنفسها وبتغب، نحن بنقول بنفسها، بالاخير بتلاحظي صار عنده ملل، كاره، فاقد لانه التواصل بعد ما ينتهي الامتحان، فهي النقاط بدنا ناكد عليها كثير. نعم دكتوره، كمان في نوع من انواع التجسس على الطالب والتعدي على خصوصيته، مثل الموبايل، اللابتوب ممنوع مثلا، موبايلك ممنوع، بيحرموه من الاشياء كمان التكنولوجيا، ممكن انه هلا شفنا انه كمان ضمن الفتره الحاليه في كثير اشياء، دورات، دروس على الانترنت تمام. ممكن يستفيد منها، دائما في تعدي على مساحه الطالب الخاصه، شو رايك بهي النقطه اللي عم نشوفها كثير كمان؟ هلا اذا هي مو تعدي، احنا فينا ناخذها، اذا بدنا ناخذها بالمعنى السلبي بنقول هو تعدي، اذا بدنا ناخذها بالمعنى الايجابي هو مراقبه لكن بحدود، يعني كمان انا كأم أو كأب
او كمدرس بالمدرسه او استاذ، يعني انا لازم راقب اولادي شوفهم، يعني بدون ما اشعرهم يشعروا انه انا مالي ثقه فيهم بطريقه غير مباشره. تمام تمام. انه انا مالي ثقه، لا انا لي ثقه، لكن بدون ما حتى يشعروا بهذا الشيء. انا بشوف مثلا اذا ابني قال لي عم سجل دوره بدي اعطيه مساحه من الثقه والامان، عن اونلاين مثلا عم يشوف او عم ينمي مهاراته، بعطيه مساحه. ممكن شيء مره حابه استفيد معك باسلوب معين. ما فينا نحن نترك كمان الامر مفتوح للطلاب، البعض ما بيحمل مسؤوليه للاسف. بعض الاولاد ما بتحمل مسؤوليه، وبعض الاولاد لا بتحمل مسؤوليه لو مهما كان في انه ضغوطات او مهما كان في شيء بيلهي، بس بيحملوا مسؤوليه. فانا بدي اعطيه مساحه الثقه والامان، وانا بثق فيك لكن بدي اشوفك، ممكن انا بدي اتعلم معك، يعني هي الامر ضروري. باوقات محدده اذا بده اياه بنحدد له الساعات، لا بنحرمه بشكل دائم، لا انه كمان هو مباح، لانه صاير اذا هو ما بده يتفرج على شيء ولا بده يضيع وقت، اذا بس صباح الخير مساء الخير من اصدقائه راح الوقت. تمام. فكمان هي نقطه مهمه، وخاصه لطلابنا الشهادات هي نقطه كثير مهمه. تماما. نعم. اليوم حكيتي عن نقطه دكتوره كثير مهمه، هي مبدا المقارنه يلي بيتعب نفسيه الطالب، وبنفس الوقت ممكن يصير عنده احباط بالمعنويات. كيف بنقدر نحن نشجع حس التنافس بدل ما نقول المقارنة؟ كيف نقدر نفرق بين المقارنة وبين مبدأ التنافس بين الطلاب؟ عن طريق نحن لما بنعطي بس انه انت بدك تجيب علامات عالية لانه مهاراتك تستحق تجيب هاي العلامات او هذا الفرع، هذا بنعمل له انه ثقل لمهاراته وقدراته، بدل ما قال له انه انت مالك او فلان مو اشطر منك، هاي العملية المقارنة الهدامة هاي، لا هو بصير عنده صار بشو ما جاب بيشعر انه هو مقصر امام المجتمع وامام العائله وامام الاهل والاصدقاء. فانا بعطيه انه انت مهاراتك هيك. هلا قد نقطه مهمه، نحن ما نفرض على الطفل او على الطالب الجامعي او اللي بده يفوت على الجامعه طالب الشهاده الثانويه انه لازم تجيب هيك. هلا بناء على رغبه الاهل ممكن يفوت هو، بس بيفوت كاره او هو ما له شاعر بهي الفرحه اللي بده يفوت الفرع اللي هو فعلا رغبته. فهي بدنا كثير يعني نتهاون بهذا الامر شوي مع الاهل، ما نفرض عليهم هو فعلا فايت بهالفرق، قد ما احنا ما نشوفه انه في مصلحه، لكن هو شاعر في ابداع. نعم. بدنا ندور مع اولادنا، ما نتركهم اذا في لاحظنا اختيار فيه شويه خلل بالاختيار، كمان بدنا نضل معهم ما نتركهم. اكيد، يعني هي المراقبه غير المباشره، مع انه النصائح لتكون مقنعه اكثر للطالب يقتنع كمان فيها. خلينا نحكي عن كمان نصائح بتحبي توجهيها للاهل، مثل ما قلتي جايين مقبلين على شهر رمضان، الدراسه كيف لازم تكون، فتره الصيام يخففوا شوي، بعد الافطار لهم مساحه معينه، كيف تنصح الامهات تنظيم وقت اولادهم اللي عندهم شهادات بهذا الشهر وما بعد؟ هلا اذا الام منظمه وقتها بالشكل الطبيعي، الابن او الابناء بده ينظموا وقتهم، منظمه وقت الافطار وقت السحور. هلا هو وقت هلا هذا منظم طبيعته، بس مثلا وقت السحور عم نلاحظ احيانا عند البعض مو منظم، يعني كل شخص ممكن بيروح لوحده بيتسحر. هلا هي دوما شوفي اجتماع العائله بيعمل راحه نفسيه، مجرد اجتماعهم. فلذلك نحن بدنا ناكد على النقطه انه انت بدك وقت محدد كأم، خليه بوقت محدد، كل الأولاد والأسرة تكون بهذا الوقت المحدد، هو بينظم ساعات دراسته، يعني ما نخلي كل واحد إمتى ما بده بوقت السحور، طبعاً الإفطار على وقت واحد أكيد، فهي نقطة معينة، ننظم لهم أوقاتهم، ننظم لهم ساعات الراحة، ولا مانع ناخذهم كمان أحياناً بدهم يطلعوا، بدهم يروحوا، بدهم يشوفوا الطبيعة، بدهم يزوروا أصدقائهم، كمان نسمح لهم، مو عملية ضغط. هي يعني ساعات الراحه دائما اذا بدنا نرجع لذاكرتنا شوي، فمنشوف انه هي ساعه الراحه قد ايه هي ضروريه كثير بالنسبه للطالب. بعض الاهل يمكن بيغفلوا عنها، لازم 24 ساعه ندرس، ما ضيع ولا دقيقه، ما بصير لا تمسك تليفونك لا تطلع. فهذا الشيء قد ايه ضروري يكون في ساعه راحه او مساحه معينه للطالب بكل يوم ياخذ حصته فيها، يمكن لحتى يرجع يبلش من جديد. واقعا مو بس الطالب، حتى نحن تمام. يعني نحن من ضغط العمل، انا بقول لهم كل مثلا ساعتين ثلاثه بشعر بعد ثلاث ساعات. هلا بغض النظر الحالات الاستثنائيه والاجتماعات، بشعر انه بعد الساعتين وثلاث ساعات ما عاد انه اقدر قادر على الانجاز مثل ما كنت. ممكن استراحه، فنجان قهوه، ممكن اسمع موسيقى انا بحبها، ممكن اتواصل مع صديقه لو خمس دقائق. هي الخمس دقائق بتعمل لي طاقه من اول وجديد لمتابعه العمل. فهذا الامر ضروري مو بس للاولاد، حتى لنا، يعني هي بتعمل لنا الطاقه. واي شيء عمل انا بشعر انه بيعمل لي
سعادة يعني خلص بكون فيه. ممكن أنا مثلا إذا كنت بدي الاستراحة تبعي تكون أمشي، ممكن رياضة، ممكن أتواصل مع صديقة، ممكن أحكي تليفون، ممكن أنا الشيء اللي أنا ممكن نشاهد مثلا فيديو معين هو فيه مرح، هذا ضروري ما نقول لا وهلا مو وقته وضغوطات. يعني انا اذا بشوف ابني بصرخ بوشه انه ما بصير وهيك وهلا ما في وقت وحيجي الامتحان، معناته انا عم دمر له نفسه. نعم. هي النفسيه اللي عم دمر له اياها هي بتاثر بعدين اكثر من العلامات القليله اللي ما جابها. نعم، يعني خلينا نحكي كمان انه الام كيف هي تعرف انه ابنها عنده رهاب الامتحان، في اعراض معينه؟ أي تمام، هلا ذكرناها اول بدايه الحوار، زياده نبضات القلب، التعرق الشديد، حتى فتره التحضير، فتره موجودة. التحضير قبل الماده بيومين بتبين اكثر بشكل واضح، بصير عندها اقياء. تمام، في منهم بصير عندهم هبوط بالضغط، في منهم بصير عندهم يعني انهيار، يعني ما بيعودوا بيشعروا بشيء انه قبل، خوف، رشفه، هي كلها هذا رهاب قلق الامتحان، فهذا نحن بدنا نعالجه من قبل. هلا قد ممكن نحن ندخل صديق للعائلة، ممكن من العائلة، من الخال، العم، الأولاد، من صديقة، صديق حسب الطالب، يأثر عليه بشكل إيجابي، يساعده يطلعه من يعني هذا الخوف الشديد اللي هو فيه، هي بتساعد بشكل كبير. قد الطالب أو الابن ما يتقبل من الأم والأب، فمندخل له نحن عامل مساعد، هذا العامل المساعد بشكل غير مباشر، يعني نحن ما منفهمه لابننا أنه هذا حيساعدك، لا، بشكل ممكن تواصل يطمن عنه، بصير هو شوي شوي بتخف عنده هاي الحالة. احيانا بيحتاج مثلا اغذيه معينه، دواء، بتكون حالات كثير شديده، بنتمنى السلامه لكل طلابنا ما يصلوا لهالمرحله. اكيد. بالختام نتمنى تتوجهي بنصائح معينه ان كان للاهل، هي فينا نقول ان خطوط رئيسيه لحتى نتعامل نحن مع الطالب، وان كان حتى للطالب نفسه كيف يتعامل يمكن مع اصدقائه، كيف ينظم ساعات الدراسه وساعات الراحه. بدنا نعامل ابننا هو إنسان، روح له مطالب، له حاجات، فأنا إذا ابني بيوم من الأيام بشكل عام للأمهات نوجه النصيحة، ابني اليوم هلأ بهالساعة مو حابب يدرس، نشوف شو مشكلته، ممكن متضايق من شيء معين، عنده مشكلة نحاول نعالج له إياها، حابب يطلع، حابب يشوف حدا من أصدقائه، ما نضغط عليه. الاستيعاب من الأب والأم بشكل كبير، الأساتذة، المدرسين، الموقرين اللي هن تعبوا فعلا يعني إعداد أولادنا للامتحان، يتواصلوا معهم كل فترة وفترة، يطمنوا محتاجين شيء. المرشد التربوي له دور كبير بالمدرسة كمان، يهتم بأولادنا، نترك لهم مساحة معينة حتى ياخذوا راحتهم شوي وينظموا وقتهم. والأم الدور الأكبر، برجع بأكد على دور الأم لأن هي وقتها أكثر مع الأولاد وبتقرب إلها، مع احترامنا للأب ودوره عظيم كبير، كل المسؤولية على الأم. أكيد، حتى بيقولوا إنه فرح الأم بتقدم الشهادة مع ابنها، يعني بتنحف وبتعاني تحفظ المادة. تماما. خلينا نحكي كمان عن دور المدرسة اليوم، المعلمين أيضا بإعطاء ثقة للطالب، تقديره معنويا إذا كان ناجح أو عنده ذكاء أو مثلا سرعة بديهة بمادة معينة، قد ايه هذا كمان بينعكس إيجابا على نفسية الطالب؟ طلابنا بشكل عام وأولادنا لما الأستاذ هو بيثني عليهم هن بصير عندهم سعادة كبيرة. تلاحظ الطفل وقت يكون صغير تعلقه بمعلمته بشكل كبير، يعني بصير بيحيد شوي عن أمه. فنحن هون بدنا ما نميز، ما نقارن بالنسبة للمدرسة عم نحكي، بالنسبة للجامعة، بالنسبة يكون التعامل كلهم بسواسية. طبعا الطالب المتفوق بدنا يعني نثني عليه حتى شوي رفقاته يتعلموا، لكن دون مقارنة. نتواصل معهم قبل الامتحانات، محتاجين شيء، بدهم شيء، قد يكون فكرة مو فهمانينا، هي كتير نقاط مهمة ونستوعب. يعني كمان نحن مرينا بهالمرحلة، فمثل ما نحن مرينا هلا عم يمروا طلابنا، فبدنا نستوعب قدر الإمكان. صح، الظروف يمكن صارت أصعب شوي، ظروف العامة، ظروف الاقتصادية، فكل طالب أكيد نوجه له تحية، لكل أهل يمكن لسه عم يدعموا أولادهم وناطرين منه النتائج كتير منيحة، نتمنى لهم كل التوفيق. ونشكرك كمان دكتورة، كل الشكر لك وعلى كل المعلومات اللي قدمتينا. اهلا وسهلا، شكرا. شكرا لكم لوجودك معنا وعلى كل النصائح، ان شاء الله يعني هالفحص بالمر على خير وسلام، ونتمنى النجاح للكل ان شاء الله يا رب. شكرا.